طلاب السلام عليكم. اليوم أريد أحل تمارين المحاضرة الأولى. طبعا أنا من أعطيكم تمارين، القصد من عندها أنه أجيبها نفسها أو مشابهة لها بالامتحان، فالرجاء من عندكم محاولة بحلها، أو على الأقل تعطوني يعني حلولكم، وين النقطة اللي ما واضحة، أو شلون يعني نقدر نحلها سوية خارج وقت المحاضرة. فاليوم مثلا راح نبدي بالسؤال الأول. السؤال الأول عبارة عن سبرينج دامبر مثل ما قلنا، يعني هذا السيستم. ليش أنا أعطيتكم يا سؤال؟ لأن راح تشوفوا موضوع الاهتزازات والرابع، هو موضوع مهم. المعادلة اللي تحكمه هي من الدرجة الثانية واي دبل برايم، وهنا الفورس اكسترنال فورس مرات صفر، مرات هو فري موشن، ومرات إلى قوة معينة اف، مثل ما يعني عندنا بهذا السؤال. ومرات عندنا الدامبر صفر يعني سي صفر، ومرات الدامبر لا بسرعة معينة. فيعني الرجاء من عندكم تنتبهون إلى هذا السيستم، لأن يعني مثل ما قلنا تاخذون موضوع الاهتزازات وموضوع الكنترول، يعني هاي المادتين تاخذون بها هاي المعادلة الجبر كويجنز. زين، شلون انا احل هاي المعادله؟ انا دائما انظر على الديفرنشال كويشنز، انظر على هذا. فاذا هو بالسؤال مطين السي صفر، معناته يعني راح يصفالي بالموضوع راح تكون المعادله بهالشكل، انه الماس الكتله الواي اللي هي displacement يعني الحركة مال الماس مال الكتلة، والكي اللي هي عامل المرونة مال سبرينج، والاف اللي هي external force. اللي الاكسترنال فورس يعني مو بالضروري تكون متشابهة، مرة تكون كوساين تي ماينس فور ساين اوميجا تي، لان يعني الاوميجا عبارة عن الفريكونسي راح تاخذوها بالاهتزازات. على كل حال من اعطيك الاو دي اي، يعني تحطها قبل ما تحل السؤال، تخليها بالبداية تصفيها من بعد ما سي صفر. وأيضا الـ initial condition، لا تنسى الـ initial condition. الـ initial condition مهمة. ليش؟ لأن نريد نستخرج الـ particular solution، نريد نستخرج الـ y يعني بدون أي مجاهيل. فالـ initial condition من السؤال، إذا نرجع للسؤال، معطينا initial displacement and velocity، يعني اثنيناتهم صفر، اثنيناتهم صفر. فنبدي هنا، ما زال هي من الدرجة الثانية، نعدي معادلة المميز بغض النظر انه سي الى قيمة او لا، عندي معادلة المميز او مجرد ترتيب يعني الروت او الجذور لهذه المعادلة، يعني بدون استخدام ايضا معادلة المميز أقدر أعرف أنه الجذور راح تطلع لي مركب. ليش؟ لأن هنا عندي علامة البلاس. فعندي الجذور مركبة complex numbers، فراح يطلع لي ال YH، راح يطلع لي دلالة الكوساين والساين، أما الجذور اللي هي المودولس على الماس تحت الجذر. فهنا عندي مجهولين، فمن عندي مجهولين يعني استفاد من initial condition استخرج اذن المجهولين. فهو initial condition مهمه لايجاد اذن المجهولين C1 وC2. اما ما يخص النصف الثاني من المعادله، بما انه هذا مو صفر، فاني لازم اسوي YS. YS هنا فرضيه، انا اعطيها قاس. زين، ليش انطيتها أربعة؟ ليش انطيتها أربعة يعني مجاهيل أو أربع حدود A B C D؟ ليش؟ لأن عندي هنا الـ FT عبارة عن حدين، يعني فكل حد يأخذ اثنين مجهولين يصير أربعة. وبما أنه التريج فانكشن عندي كوساين وساين، إذا أنا أسوي القس الاحتمالية على الكوساين والساين، استخرج الـ YS، بعدين أشتقها. أنا أشتق هذا الساين، الكوساين هو سالب ساين، الساين هو كوساين،
البي هنا ثابت ما يشتق، يعني شفت بعض الطلاب يشتق لي الاي، هنا الاي ثابت ما يتغير ويا ويا التي. زين والكوساين هنا ما زال هنا عندي اوميجا تحت تحت القوس، فالاوميجا تطلع هنا مشتقات الكوساين ساين اوميجا تي، وهنا الدي، هنا الدي ثابت، هنا الدي مو عبارة عن دريفيتيف، ثابت. نفس الحالة مشتقات الساين اوميجا تي يعني اوميجا كوساين تي او ماينس اوميجا كوساين تي. اشتقها بعد مرة نفس الحالة، مشتقات الماينس اي ساين تي ماينس اي كوساين تي، مشتقات البي كوساين تي ماينس بي ساين تي، مشتقات السي اوميجا ساين اوميجا تي ساين اوميجا سكوير كوساين اوميجا تي، وهكذا للدي. فعندي هنا اربع مجاهيل لازم استخرجها للواي اس. شلون استخرجها؟ اعوضها، اعوض المشتقة الثانية هنا واعوض الواي، بما انه ما عندي المشتقة الاولى فاعوض الواي، كانه اتخيل هنا الواي اس وهنا والواي اس دبل برايم. فمن اسوي مقارنة بين هذا الحد وهذا الحد راح يطلع لي الحدود الاربعة اي بي سي دي. راح تستخرجون الاي بي مجرد الجبريك اكسبريشن، يعني سمبل ستريت فورورد كويجن سهلة تطلع من خلالها قيمة ذني الأرقام. من طلعت قيمة الـ A والـ B والـ C والـ D، أنا أقدر هنا أستخرج الـ YS. فهذا كله نستخرجه قبل ما نستخرج الـ Y total، يعني الـ Y الكلي. YS لازم نستخرجه هو مجاهيله، من أعرفه راح أعوضه، أعوضه بالـ Y total. واضح؟ فالملاحظ لازم تعرفوها انه الـ YS احتاجه من عندي non homogeneous، اذا هذا الحد صفر ما احتاج بعد YS. مجاهيل الـ YS من وين استخرجه؟ استخرجه من الاشتقاق الاول والثاني حسب، وعوضها بالمعادله يعني حسب المطلوب من عندي. اما مجاهيل الـ YH اللي بالبداية إذا انتبهتوا عليها، هاي المجاهيل تطلع من الانيشال كونديشن، ما تطلع من الدريفيتيفز. فهذا يعني ملاحظة لازم تنتبهون عليها. بعد يعني من أنا استخرجت الواي اتش والواي اس، معناته هنا أنا عندي الحل راح يكمل. من خلال الجمع اشوف هنا الواي اس، يعني كل شيء جاهز ما عندي اي مجهول، بس هنا عندي الواي اتش بي سي 1 وسي 2. فاني من اعوض قيمه الانيشال كونديشن اي سي، من اعوضها راح اعرف قيمه السي 1 وسي 2. شلون اعوضها؟ اعوضها انه اخذ التي عندما صفر، يعني وين ماكو هنا تي اعوض عنه صفر، فراح يختصر الكثير من الحدود، لان عندي ساين يعني ساين الصفر والكوساين الصفر. اطلع لي معادلتي من هاي الخلال من التعويض، يعني التعويض للديسبيسمنت وللفيلوسيتي. استخرج من عندي قيمه السي 1 والسي 2. من استخرج ذني المجهول، بعد ما عندي يعني اي مجهول اخر بالمعادله، فاقدر استخرج الواي تي. فهي مجرد هنا يعني هذا الجزء كلها مجرد تعويض. اما الجزء الاهم انه هو شلون تكتب الاو دي اي وشلون تعوض الاي سي. طبعا هنا مطيك اني قيم الام والكي. فبالاخير من تستخرج الواي دلاله الكي والام عوضهم، يعني طلع لي ارقام. اذا عوضتهم بالبدايه ماكو اشكال، بس هنا للسهوله اخذناهن رموز. من بعد ما استخرج الواي كلي اللي هو هاي واي تي، اعوض قيم الام والكي. زين، فهذا هو المطلوب الاول. المطلوب الاول اذا كان هذا الحد ماكو. اما المطلوب الثاني
انه هذا الحد الى قيمه معينه مو صفر، فهنا المعادله او الحدود شوي راح تطول يعني عندنا، والا احنا خلينا نقول الحل راح يبقى هو نفسه، مجرد انه الاشتقاقات راح تطول عندنا، وال نقول الروتس الجذور راح تكون تتغير. فمن اخذنا هنا قيمة السي يعني الى قيمة معينة، ونفس الحالة initial condition عندما الزمن صفر. طبعا هنا يعني يفرق انه شنو واي وشنو تي، مثل ما قلنا بالبداية واي اللي اني اريد الحل له، اما تي هو بدلالته، فمرات تي مرات اكس. فانت من خليت هنا تي، يعني شوف بعض الطلاب ياخذ مرة تي مرة اكس، لا هو عندنا بعد واحد، اما تي او اما اكس. فاني من بديتها بتي ابقى كلها بدلالة تي، يعني واي هنا أنا كلها الواي توتال بدلالة تي، الواي اتش بدلالة تي، الواي اس بدلالة تي. ملاحظة اخرى، بعض الطلاب انه يسميها اي بي، مو اشكال، particular يعني ياخذ بي. مرات هنا أنا واحد يسميها سي، التسمية مو مهمة، بس على مود ما يعني عندنا هنا أنا لين particular solution ال initial condition. فهنا استخدمنا اس بدل البي، فهنا صار specific solution، لأن يعني عندي يعني رمز آخر للبي اللي هو particular solution من عندي initial conditions. فمع هذا إذا أنت التزمت يعني من البداية بواي بي وغيرت هذا، ماكو إشكال. فنيجي هنا ما زال السي عندنا إلى قيمة محددة، فلازم ندخله بمعادلة المميز، من خلالها أني أستخرج الجذر الأول والجذر الثاني اللي هي تطلع جذور مختلفة. هنا نفس الحالة للواي اس، يعني الفرضية ما راح تتغير، نفس الجزء الأول من السؤال، نفس الفرضيات تنعاد ونفس قيم الأي والبي تنعاد، مجرد أنه يعني تمن نسوي ماتشنج الأي والبي والسي، تختلف عن البارت الأول، لأن هنا السي راح يكون له قيمة معينة، فالثوابت خلينا نقول راح تتغير قيمهن، الواي اتش الجذور ايضا تغيرت، فيطلع لي الواي توتال دلاله يعني حدود اخرى مغايره للبارت الاول. مثل ما قلت انه هذا يعني موضوع الدامبر، يعني هو موضوع شلون نقول فيزيكال اكثر مما هو ماثماتيكال، بس انت على مود ترجم الفيزيكس الى ماث يحتاج لك انه تعرف الموديل الرياضي، تعرف الموديل الرياضي، وهذا هو مهم، هذا هو المهم، لأن ما بعدها هي حل مباشر ما بي أي فكرة. فعلى مود نختصر الوقت، أنت بالمستقبل هذا الحل بدل ما تحله بيدك راح تحله عن طريق الحاسبة وتستخرج الواي تي بشكل مباشر. هذا هو ما يخص السؤال الأول، شكرا. طبعا السؤال الثاني طلاب هو ما يخص الـ integrating factor، شلون عرفت integrating factor؟ بالبداية من أقول لك هي صيغة السؤال، يعني بعض الطلاب يشتبه أنه هل هو مطلوب من عندي هنا ماتلاب أو مطلوب من عندي. انسى ماتلاب طلاب، ماتلاب مجرد عامل مساعد، تولز استخدمه على مود يعني نتأكد من حلنا، أما المطلوب من عندكم هو حل على الورقة، حل تحليلي. نقول لك find the general solution معناته أنت توجد الحل العام. هنا يا حل العام y لو x، أكيد y، ليش؟ لأن هنا الواي هو الديبندد فاريبل والاكس هو الاندبندد، يعني y هنا in terms of x. بعدين أقول لك indicate which method in this chapter you are using، يعني تقول لي هل هو سيبرابل، تقول لي هل هو exact، تقول لي هل هو integrating factor، هل هو برنولي. And show the details of your work، أريد التفاصيل مال حلك. فخلينا نشوف هذا حل هذا السؤال. طبعا دائما من يجيني هالشكل dx و dy بجهتين مختلفين، معناته أنه لو أكامل لو هو integrating factor.
فأني أجي أشوف حل هذا السؤال. من أريد find the solution يعني y بدلالة x، واضح؟ زين أني يعني أول مرة أختبره، هل هو separable؟ أكيد مو separable. ليش؟ لأن أشوف هنا الحد ويا dx، أشوف هذا الحد بدلالة x و y، يعني ما أقدر أفصله. وهنا نفس الحالة، أنه اللي ويا dy أيضا بدلالة، يعني هذا ال q أيضا بدلالة x و y. فإذا كان دلالة x و y هنا، إذا هو مو separable، يعني ما أقدر أفصله. إذا هذا أول اختبار راح. الاختبار الثاني أنه لازم يكون exact. شلون نعرف exact؟ من خلال المحاضرة إذا تراجعوها نعرف exact. إذا ال partial differential of p with respect to y equals to partial derivative of q with respect to x. نقول partial derivative يعني أثبت متغير وأشتق الثاني، أعتبر المتغير الأول ثابت حالة من حال الـ A والـ B. زين، فأول شيء يعني يا هو الحد هو P ويا هو الحد هو Q، اللي ويا الـ DX أعتبره P، واللي ويا الـ DY أعتبره Q. أوكي، فهذا الحل الحد هو P وهذا الحد هو Q. فأشتق هذا، أشتق هذا بالنسبة ل y. فمن أشتق بالنسبة ل y هو partial، من العلامة من بين، يعني مو معناته دي. أعتبر ال x ثابت، فمثل ما تلاحظون يعني اشتقاق عادي. يكون 3x، لما اشتق ال y هنا أعتبر ال 3x ثابت فينزل نفسه. ال exponential of y يبقى نفسه، مشتقة 2 y يعطيني 2. المشتقة ال q بالنسبة ل x، يعني هاي دا اشتقها بالنسبة ل x. شلون اشتقها؟ ال exponential of y اعتبره ثابت ينزل نفسه، مشتقة ال 2 x او ال x تربيع يصير 2 x، مشتقة ال x 1. واضح؟ فراح اشوف انه هذا ال derivative ما يساوي هذا ال derivative، فما زال ما متساوين ذني، فأنا أعتبره شنو؟ not exact. it is not separable and exact. الاختبار الأول فشل، الاختبار الثاني أيضا فشل. فأكيد يعني ماكو غير حل إنه هو الجيلة فد فاكتر أضربه هنا، يعني أضربه بهذا الحد بحيث إنه هاي المعادلة قابلة للتكامل. يعني الغاية من integrating factor، من اسمه integrating factor، أنه أحول differential equation إلى معادلة قابلة للتكامل بإيجاد معامل. هاي المعامل أوجدناها x، شلون أوجدناها x؟ أرجع للمحاضرات، بإيجاد integrating factor f دلالة ال x، عندنا هذا القانون اللي هو يعني هنا integration 1 over q، وهذن المشتقات اللي استخرجتهن أسوي بناتهن أنه يعني subtraction، أطرح هذا من هذا. فنشوف احنا من نطرح راح يطلع لي فد معادلة أو تقول قسمة quotient derivatives، أكاملها شلون؟ يعني مثلا أستخرج عامل مشترك من المقام الx، يستخرج هنا أنا يستخرج عامل مشترك. فمن استخرج عامل مشترك راح اشوف انه البسط والمقام متساوي، فهذا cancel out، يعني هذا يحذف هذا، راح يبقى لي بس تكامل الواحد على x. لما نقول تكامل الواحد على x يعني لين x، اللين ويا الاكسبوننشال تروح تبقى بس ال x. اذا ال x هو الانتجريتنج فاكتور. فاختبره شلون؟ اختبره انه الانتجريتنج فاكتور هو صحيح، اللي استخرجت مرات يعني تعتمد مثلا الخطوات اللي اتبعتها مو صحيح هنا، او ما اشتقت بصورة صحيحة. شلون اختبره؟ اجيب هذا الانتجريتنج فاكتور اضربه بالمعادلة الاساسية مالتي. فبنضربه هنا بهاي الترم راح يكون 3
x تربيع y to the y exponential of y plus 2xy. من أضربه هنا بx يصير x تكعيب e to the y plus x تربيع. فاني الx تربيع هنا ضربته بهاي المعادلة كلها. من ضربته هنا المفروض بعد المعادلة قابلة للتكامل. شلون قابلة للتكامل؟ أرجعها خطوة، يعني أرجعها أنه كأنه عندي مشتقة حدين، فالأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول تنطبق على هاي المعادلة. فإذا تنطبق كأنه أني أستخرج دي على دي إكس، وراح تكون هنا قابلة للتكامل بما أنه عندي مشتقة من أخليلها تكامل تروح ويا المشتقة، يبقى لي فقط ثابت. فهنا انحلت، يعني integrating factor من ضربته بالمعادلة الأساسية حول لي إلى معادلة قابلة للتكامل من خلالها استخرجت الواي بدلالة الأكس فقط، وهذا هو المطلوب. واضح؟ يعني هنا حتى عن منطق initial condition، فأنت هذا هو هنا بدلالة السي 1 تقف هنا يعني وتقول هذا الحل general solution، فمطلوب من عندك أكثر. بس هنا أنا يعني عندي ظهرت لي function اسمها Lambert function، هاي إذا تشوفوها يعني بالكتب اللي هي y times exponential of y. فاحنا راح نناقش هذا السؤال ايضا وياكم، ومن مثل ما قلت لكم يعني من اعطيكم سؤال معناته اني بالامتحان على غرارة اجيب لكم. فانت دائما تسوي الاختبارات الاولى، هل هو قابل للفصل، هل هو اكزاكت يعني الشرطين ذني يتحقق. اذا كل شيء ما رهم عندك فهو اكيد انتجريتنج فاكتور، فلازم الانتجريتنج فاكتور مالتك يعني صحيح على مود من تضربه بالمعادله الاصليه يحول لي الى معادله قابله للتكامل. هنا شلون التحويل صار؟ التحويل انه يعني من اشتق هذا الحد يتحول الى هذا الحد، فكانه هذا الاكسبانشن، من سويت له اكسبانشن لهذا الحد. هذا ما يخص السؤال الثاني. شكرا. مثلا السؤال الثالث هو عباره عن initial value problem. نقول initial value problem يعني أنا مطيق هنا initial conditions، إذا كان first order أطيق واحد، إذا كان second order أطيق اثنين، وإذا كان third order أطيق ثلاثة، وهكذا. فانتبه على هاي الشغلة. نرجع نقول شنو الغاية من initial condition؟ أنا مود أستخرج C1 و C2 أو C3 حسب يعني كد حدود ال Y، استخرجها لل YH مو لل الهوموجينيوس هذا السايدز بحث الآخر. فهنا مثلا ما مضيك initial condition، ما تستخدمه بهذا السؤال الثاني. هنا مضيك initial condition فأريد تستخدمه وتستخرج الواي بدون أي مجهول، يعني أريد هذا الصورة النقطة واضحة، يعني هي الغاية من الفصل الأول أنه نتعرف على initial value problem. ارجع واقول هنا من ما مطيق مثلا اني الاندبندنت فاريبل شنو اسمه، مره تقدر تسميه اكس، تسميه زد، تسميه تي، يعني هذا اب تو يو، انت شنو تريد تسميه يرجع لك. بس هنا من اقول الواي برايم يعني انا اريد الواي بدلاله كذا، بدلاله اكس او بدلاله تي، من تبديها بتي تبديها باكس تنهيها بنفس يعني لا تقوم مثلا تغير الـ variables حسب يعني نقول حسب تذكارك للحلول سؤال معين. دائما يعني ثبت عندك المتغيرات. المتغير الرئيسي هو y. هنا لما نشوف المعادلة يعني إذا أريد الـ classification لها، فهي معادلة first order constant coefficient. بس هنا عندي y is power of 3، معناتها شنو؟ ما زال هي dependent variable، is power of 3 معناتها non linear،
فنون لينير يعني اتوقع انه يطلع لي 2 سوليوشنز 3 سوليوشنز، بدل ما حل واحد يطلع لي عدة حلول. قد يكون هاي الحلول ايضا هي مو موحدة مو يونيك، فهذا راح نشوفه شلون يعني نحل هذا السؤال. طبعا بنعطي بهاي الصيغة، اذا تقارنها بالصيغة العامة مالتنا يعني بداية المحاضرة الأولى تقارنها بها، راح تشوف شيء مختلف. هنا واي 3 زين، هاي واي 3 اعتبرها ما يخص الهوميجينيوس من هوميجينيوس؟ لا، هنا ما اعتبرها ما يخص الهوميجينيوس، لان هنا المفروض هنا الواي تدخل هنا، يعني تدخل بالجانب الليفت هاند سايد. اذا نشوف الصيغه الاساسيه للمعادله الديفرنشال ايكويشن، فالواحد يتوهم انه هذا اعتبر ان انا هوميجينيوس واستخرج جي واي اس. لا، الواي حد ذاته ما اعتبره، بس اذا تغير بالتحويلات، تغير الى مثلا ثوابت او تغير الى اكس، ايه ممكن اعتبره هوميجينيوس وانا هوميجينيوس واستخرج له الواي اس. فهنا لما تجيني هيك المعادله ما مرتبه، ارتبها اقسم كل الحدود على الحد اللي اريده. مثلا هنا انا قسمت على y is power of 3 y 3، فمن قسمت كل الحدود هنا طلع لي واحد. هنا انا ممكن اعتبر ان هوميجينيوس لا واحد، بس هذا الحدود شلون اتعامل وياهم؟ ما زال عندي هاي الحدود ايضا ما تشبه اللي انا اعرفه بالصيغه العامه، احاول افرض. هنا موضوع الفرضيه يسموه substitutions، يعني اجيب متغير انا افرضه مثل v وافرض واحد من ذن الحدود، انا فرضت واي تربيع، واي نيجاتيف يعني بصراحه واحد على واي تربيع. زين، هذا المتغير الثالث اللي انا فرضته سميته في، اشتقه مره اولى اشتقاقه ماينس 2 واي سالب 3، هنا واي برايم لازم اخليها. ليش؟ لان انا دا اشتق بالنسبه الاكس، فدا اشتق الفي بالنسبه للاكس، فعندي مرحلتين كانه مرحله الخارج ومرحله الداخل تبقى، يعني دي واي على دي اكس لازم اخليها. فاذا اعوض المتغير الثالث اللي انا فرضته واعوض مشتقته، اعوضها هاي المعادله الرئيسيه، راح تصفى هالشكل، راح تكون اقرب الى الصيغه العامه. اسوي لها مانيبيليشن اخر، يعني اضربها ماينس 2 احولها بهاي الصيغه. الان هاي الصيغه يعني صارت بسيطه، فكانه صارت تشبه الصيغه العامه اللي انا متعود عليها. فمن اقارن هذا ويا محاضرات نقول الصيغه المحاضره الاولى، راح اشوف انه هي تشبه برنولي كويشن، فكانه هذا البي اكس وهذا الكيو اكس. اوكي، فاروح على برنولي، اصلا هو يعني يشترط انتجريتنج فاكتور. هذا انتجريتنج فاكتور عباره عن الاكسبوننشال وتكامل للبي. هنا البي هو ماينس 1، فتكامل الواحد هو اكس، فراح يطلع لي اي تو ذا ماينس اكس. طلع لي هذا الانتجريتنج فاكتور، نفس الحاله انه حتى لو هذا الانتجريتنج فاكتور يعني اضربه بالمعادله الاساسيه واحول المعادله الى صيغه قابله للتكامل، فبها يعني هو وهذا صحيح. اما اذا استخدم البرنول ايكويشن، اذا اشوف المحاضره عندي صيغه يعني ثابته البرنول ايكويشن، فالفي اكس هنا يعني من خلال هاي الصيغه اقدر اوجد السوليوشن الفي بدلالة الاكس، يعني المتغير الثالث اللي انا فرضته بدلالة ولكن هي بالحقيقة لازم ارجعها للمتغير الاول اللي هو واي. فأنا اذا عرفت في يعني معناته اعرف واي. ليش؟ لان هو اصلا الفي يساوينا واي ماينس 2.
فمجرد قل راح يعني نقلب البسط والمقام راح يطلع لي. شوف هنا الواي لها قيمته مثل ما قلت لي، يعني هي نون لينير. ليش لها قيمته؟ لان ناخذ الجذر، الجذر دائما يحتمل بلس وماينس، فيطلع لي الحل العام للواي بهذا الشكل. يعني ننتبه من اعطيك سؤال هاي الصيغه، تنتبه انه هل هو مشابه للصيغه العامه اللي عندنا؟ اذا ما مشابه لازم لازم اسوي بعض التحويلات. من بعض التحويلات اللي هي substitution، يعني اني اجيب متغير ثالث افرضه واحاول اسوي له يعني inclusion، يعني اضمنه هنا طبعا، فاحتاج مشتقه اولى فاشتقيتها مره واحده. شوف حولت هاي المعادله الى هاي المعادله، هاي صارت اقرب الى برنولي، فاقدر احلها بعد، اقدر استخرج الفي بدلاله الاكس. من استخرجتها احولها الى الاصلي اللي هو واي بدلاله الاكس، فشفنا الحدود للواي. اذا السؤال هو مكتفي هنا، فاني اقول هذا الجنرال سوليوشن بدلاله السي، يعني السي هنا ما معروف، بس ما زال هو دا يعطيك انيشال كونديشن، يعني يريد البارتيكولر سوليوشن. تعوض الاي سي، تعوض الانيشال كونديشن اللي عندنا، ما زال احنا دا نتعامل ويا الموجب، فناخذ بس الواي من موجب، لها قيمه موجبه، فيطلع لي السي 7، يعني دلاله هذا الانيشال كونديشن عندما الاكس 0 الواي هو 1/3، من عوضته يطلع لي قيمه السي 7. فالبارتيكولر سوليوشن دلاله هذا السي راح يستخرج بهاي الحاله، هاي الحاله اللي انا اقدر ارسمها، لان بعد ما عندي شيء اي شيء مجهول، فاقدر اسوي لها بلات فيجر وارسم الواي بدلاله الاكس. واضح طلاب؟ الملاحظه المهمه هنا أنا انه سويت سبستيتيوشن على مود احول المعادله من صيغه غير معرفه عندي الى صيغه معرفه، ومن عندي صيغه معرفه يعني اقدر استخرج الحل العام لها بسهوله. شكرا. عندنا السؤال الاخير اللي هو كان الفرع الثاني من السؤال الثالث، يعني هم هو حل تحليلي، الغرض من عنده ايجاد واي دلاله الاكس، هنا انا محدد اكس بعد. ايضا نعطيك تو انيشال كونديشنز، فاريد عندك تستخرج البارتيكولر سوليوشن. فمن ننظر لهذا السؤال نشوفه هو سكند اوردر، يعني الى جذرين. واضح؟ اشوف الحل بايجاد الجذور بالبدايه، يعني اركز على هذا الليفت هاند سايد، انسى هذا الرايت هاند سايد، انسى، اركز على هذا، اعتبره هنا صفر على مود اوجد الجذور المعادله التربيعيه بطريقه المميز. يطلع لي الجذر الاول 1، الجذر الثاني 2، فجذور ريل يعني مو مركبه مختلفه. فالواي اتش بدلاله الاكس راح يطلع لي سي 1 وسي 2 للجذر الاول 1 اكس. فهنا أنا احتفظ بعد بالاكس، ما زال واني دا احل الاكس، ما اكتب اجي اكتب تي، بعض الطلاب هالشكل، لا اني اكتب هنا واي بدلاله الاكس تبقى لكل المعادله او لكل الحل. ما زال هنا نون هوميجينيوس، معناته عندي واي اس، فاجي للواي اس اشتقه مره ومرتين، اعوضه بهاي المعادله. هسه ما زال عندي الواي اس، يعني عندي ايجاد المجهول اي وبي، لان الايجاد الاي والبي ما له علاقه بالانيشال كونديشن، استخرجه بطريقه التعويض، اعوض المشتقات اللي استخرجتهن، اعوضها بالمعادله الاصليه واسوي تطابق بين الحدود، فيطلع لي الاي 3 والبي يطلع لي 1. اجي مره اخرى اعوضه وين؟ بالواي توتال اللي هي الواي اتش وواي اس، فيطلع لي هنا الواي
اس يعني بدون اي مجهود، يبقى بس عندي المجاهيل سي 1 وسي 2، فهذا جنرال سوليوشن جي اس. ليش؟ لان عندي سي 1 وسي 2، فاريد اني بارتيكولار سوليوشن. شلون؟ اجيب الانيشال كونديشنز اعوضه هنا، يعني مثلا بدال الاكس اخلي صفر، هنا صفر، هنا صفر، وهكذا. لما يطلع لي صفر يطلع لي هذا المعادلة، هاي بالنسبة للواي، كأنه هنا يصير واحد، هنا يصير واحد، هنا يطلع لي ثلاثة للكوساين واحد، أو الكوساين صفر واحد، والساين صفر صفر. بهالشكل تصفر المعادلة عندي. لأن أنا عندي initial condition آخر اللي هو مشتقة، يعني ممكن أعوض المشتقة بالواي، لا لازم الواي اشتقها، يعني لازم هاي اشتقها بالنسبة للاكس، يلا اقدر اعوض الانيشال كونديشن الثاني، فاشتقها هاي بالنسبة للاكس. من اشتقها اعوض قيمة الاكس صفر، استخرج معادلة اخرى، فعندي معادلتين وعندي متغيرين، معناته اقدر استخرج سي 1 وسي 2، سي 1 3 سي 2 ماينس 5. بعد تعويض ذني راح يطلع لي البارتيكولار سولوشن، هذا البارتيكولار سولوشن اللي ما بي اي متغير. فمثل يعني ما نعرف هنا احنا الواي اس اللي هي نقول جس، فهذا الجس يعني معناته مو ثابت، وانما تقدر احتمالية هذا هذا الحل واحتمالية حل آخر، ولكن دائما احنا من عندنا ساين وكوساين نخلي المتغيرين اثنيناتهن ونشوف يا هو اللي يصير كانسل اوت، يا هو اللي يروح بالأخير. فمو شرط انه مثلا عندي ساين يعني معناته الواي اس راح يصفى لي بس الساين، لا، هذا يعتمد على قيمة الاي والبي. غالبا انه واحد من القيم الذني صفر، فيبقى لي لا أما الكوساين أو الساين. فهذا ما يخص السؤال الثاني بار 2، السؤال الثالث العفو بار 2. شكراً.